السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السادس؟ طبعا يا سادس، الحصة السابقة تناولنا قاعدة جمع التكسير وإعرابه، وتعرفنا على جمع التكسير، ما هو جمع التكسير وكيف يعرب جمع التكسير. حكينا أنه جمع التكسير، طبعا الجمع بتعلق في الأسماء، وقلنا هو كل اسم يدل على ثلاثة فأكثر. طبعا سمي جمع التكسير لأنه بصير فيه تغيير تكسير في حروف المفرد الأصلية. التكسير بيشمل إما تغيير في ترتيب الحروف أو زيادة أو نقصان. طبعا بيختلف عن جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، لأنه المذكر السالم والمؤنث السالم حروف المفرد الأصلية بتسلم من التغيير، تيجي الزيادة على آخر الاسم. جمع التكسير حكينا إنه عادي إعرابه، راح يكون راح يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بإيش؟ ويجر بالكسرة. خلينا نقرأ الفقرة الموجودة أمامنا. اقرأ الفقرة الآتية: غابة كثيفة من أشجار الكينا والصنوبر تطوقها أسلاك شائكة، ووسط هذه الأسلاك بوابة حديدية كانت خضراء في فترة سابقة، تظل مغلقة طوال أيام الأسبوع عدا نهار الجمعة. طبعا بنلاحظ يا سادس إنه هاي الفقرة في كلمات تحتها خط، هاي الكلمات أشجاري أسلاك أيامي. راح نشوف شو هاي الكلمات. طبعا أشجاري وأسلاك وأيامي أكيد كلها أسماء، لأنه حكينا الجمع بتعلق في الاسم. في الاسم الآن أشجاري بنلاحظ أنه مفردها شجرة أشجار. بنلاحظ يا سادس أنه حروف المفرد الأصلية عند الجمع تكسرت، صار عندي زيادة في حرف الألف هون، وفي يعني تكسرت حروف المفرد الأصلية عن طريق الزيادة، جاء التكسير عن طريق إيش؟ عن طريق الزيادة. حكينا جمع التكسير يعرب حسب موقعه. عشان أعرب أنا الكلمة راح أشوف شو سبقها من حرف جر. من حرف جر معناته أشجاري راح تكون اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على إيش؟ على آخره. ماشي. تطوقها أسلاك، مفرد أسلاك سلك. عشان أميز نوع الجمع لازم أشوف المفرد منه. أسلاك مفردها إيش؟ سلك. بنلاحظ إنه صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية عن طريق إيش؟ الزيادة. هون تكسير شمل الزيادة. الآن لما أجي بدي أعرب أسلاك راح أشوف شو موقعها. لازم يا سادس قبل ما أعرب أي كلمة أشوف شو سبقها. الآن تطوقه، مين بطوق الثاني؟ تطوقها أسلاك، الأسلاك هي القامة بالتطويق صح؟ تطوق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طبعا الهاء دائما مع الفعل راح تكون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. مين قام بالتطويق؟ الأسلاك. إذا أسلاك فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. تظل مغلقة طوال أيامي، شو مفرد أيامي يا سادس؟ يوم. بنلاحظ انه تكسرت حروف المفرد الاصلية عن طريق ايش؟ عن طريق الزيادة. طيب شو رح نعرب ايامي؟ الان متى تظل مغلقة طوال؟ في عندي هون ظرف زمان. احنا حكينا يا سادس اي كلمة بعد ظرف الزمان رح تعرب مضاف اليه، معناته ايامي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ماشي لهون؟ طيب الان خلينا نشوف التدريبات اللي هي على درس جمع التكسير. خلينا نفتح يا سادس الكتاب صفحة 56 عند التدريبات. شو المطلوب من التدريبات هون؟ المطلوب املأ الفراغ في الجمل الآتية بجمع التكسير المناسب مما بين القوسين. في عندي مجموعة من الأسماء، طبعا كلها جمع تكسير، راح أحط المناسب في الفراغ المناسب. الطرق، الهواتف، الركاب، قطعان. ألف، توقف فراغ لأخذ استراحة بسيطة. مين التوقف؟ الطرق ولا الهواتف ولا الركاب ولا قطعان؟ توقف الركاب. راح أجي أحط هون يا سادس إيش؟ الركاب. توقف طبعا فعل ماضي، توقف وانتهى هي فعل ماضي مبني على الفتح، لأنه الفعل الماضي دائما مبني. مين التوقف؟ الركاب. إذن الركاب هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماشي. با،
اعترضت الحافلة فراغ من الماشية. مين اللي اعترض الحافلة؟ الطرق ولا الهواتف ولا الركاب ولا قطعان؟ اعترضت الحافلة قطعان من الماشية. قطعان، مين قام بالاعتراض؟ أصلها اعترضت قطعان من الماشية الحافلة. القام بالاعتراض اللي هي إيش؟ اللي هي قطعان. إذن قطعان هي كمان فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه تنوين إيش؟ تنوين الضم. الركاب مفردها راكب، ركاب، بنلاحظ إنه صار فيه تكسير في حروف المفرد الأصلية. جيم فراغ المعبدة جيدا تحد من حوادث السير. الطرق المعبدة تحد من حوادث السير. بما أن الطرق جاءت في بداية الجملة اسم في بداية الجملة، شو رح نعربه؟ رح نعربه أكيد يا سادس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيش؟ على آخره. دال نستخدم فراغ عند الحاجة. نستخدم مين؟ الهواتف. طبعا جميع هاي الأسماء اللي أنا وضعتها في الفراغ هي جمع تكسير يا سادس. ليش؟ لأنه صار في تكسير في حروف عند الجمع في حروف المفرد الأصلية. طيب نستخدم، شو إعراب الهواتف؟ نستخدم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة بعد ما نستخدم. مين نستخدم؟ إحنا استخدامنا وقع على الهواتف، صح؟ مش الهواتف استخدمتنا، معناته الهواتف إيش؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. طب وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. نستخدم نحن الهواتف عند الحاجة. السؤال الثاني، اجمع الأسماء الآتية جمع تكسير. في عندي مجموعة من الأسماء يا سادس، شو هعمل فيها؟ رح أجمعها جمع تكسير. صندوق، منزل، عصفور، قلم، جدار. تدريب، مجموعة من الأسماء يا سادس أنا راح أجمعها جمع تكسير. ما جمع صندوق؟ صناديق. ما جمع منزل؟ منازل. ما جمع عصفور؟ عصافير. قلم؟ أقلام. جدار؟ جدران. طبعا هون الاسم المفرد جمعناه جمع ايش؟ جمع تكسير. الآن التدريب الثالث، استخرج جمع التكسيري مما يأتي. في عندي مجموعة من الجمل، راح استخرج الاسم اللي ورد جمع تكسير. ألف، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. الآن طبعا أنا لما أستخرج جمع تكسير راح أدور على أسماء، راح أدور يا سادس على إيش؟ على أسماء. في عنا أعمالنا وأعمالكم، عمل أعمال. إذن جمع تكسير في الآية الأولى أعمالنا وأعمالكم، شو مفردها؟ عمل أعمال. خلينا نشوف بقى. قرأت قصصا مفيدة. قرأت قصصا مفيدة. الآن طبعا قرأت ما لناش فعل، لأنها فعل. قصصا هاي جمع التكسير، الدليل مفردها ايش؟ قصة. قصة قصص. جيم سقيت أزهار الحديقة. أزهار مفردها زهرة، أزهار. دال أضاء زيد مصابيح البيت. جمع التكسير ورد فيه
مصابيحة، مفردها إيش يا سادس؟ بالدليل إنه مفردها إيش؟ مصباح. منلاحظ إنه عمل أعمال، صار تكسير في حروف المفرد الأصلية بالزيادة. قصة قصص، صار تكسير بالحذف. زهرة أزهار، صار تكسير في حروف المفرد الأصلية عن طريق زيادة ألف. ومصباح مصابيح، صار في تكسير بزيادة الحروف. السؤال البعدي اللي هو سؤال أربعة، اجمع كل كلمتين في كل سطر جمع تكسير ثم ضعهما معا في جملة من إنشائك. كيف يعني يا سادس؟ يعني الآن في أمامنا كلمتين، شو راح نعملهم؟ أول شيء راح نعملهم جمع تكسير، راح نجمعهم جمع تكسير، بدنا نحطهم التنتين في جملة واحدة، عامل معمل. مثلا عامل، شو جمع عامل؟ عمال. معمل معامل، عامل العمال في المعامل. زي هيك راح تعمل، راح تجمع لي الاسمين وتحطهم معا في نفس ايش؟ في نفس الجملة. أول إشي اجمع لي يوم جمع تكسير، بعدين نحطهم في نفس الجملة. ماشي يا سادس؟ هيك راح يكون. خمسة، ميز جمع المؤنث السالمة من جمع التكسير في الأسماء الآتية. الآن عشان أميز إنه هذا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير، لازم أرجعه للمفرد. زي ما حكيت لكم، مش كل اسم بينتهي بألف وتاء أنا راح أعتبره جمع مؤنث سالم. لما أجيب المفرد منه راح أميز إذا كان جمع مؤنث سالم أو جمع إيش؟ أو جمع تكسير. خلينا نشوف. اللي هو تدريب ثلاثة. حكومات، وفي عنا أبيات، وأوقات، عائلات، وطائرات، ثقات، وأصوات. أول إشي راح أعمله يا سادس قبل ما أميز إذا كان عندي جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير، مش مجرد ما شفت ألف وتاء بحط عنده جمع مؤنث سالم، لازم أجيب المفرد منه. الآن ما مفرد حكومات؟ مفرد حكومات حكومة. طيب منلاحظ حكومة حكومات، شو اللي صار؟ صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية؟ طبعا رح تحكي لي لا، ما صار في تكسير، بس جاءت الزيادة على آخر إيش؟ على آخر الاسم. إذا حكومات شو راح أعتبرها؟ جمع مؤنث سالم. ماشي، حكومات جمع مؤنث سالم لأنه ما صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية، بل جاءت الزيادة على آخر مين؟ على آخر الاسم. أبيات ما مفردها بيت. منلاحظ إيش منلاحظ هون يا سادس؟ بيت، أبيات، التاء أصلا موجودة والألف زيدت على إيش؟ على وسط الاسم. وزيدت ألف هون في أول إيش الاسم، معناته تكسرت الحروف، معناته راح أعتبره جمع إيش؟ جمع تكسير، مع إنه منتهي بألف وتاء وتاء لاحظته. أوقات نفس الشيء، شو مفردها؟ وقت. مفرد أوقات وقت. شو منلاحظ يا سادس؟ إنه صار في هون تكسر في حروف المفرد الأصلية، زيدت ألف على أول اسم وألف في الوسط، وقت أوقات، معناته أنا راح أعتبره جمع إيش؟ جمع تكسير. عائلات، عائلة عائلة عائلات. شو بتلاحظ؟ صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية، عائلة عائلات، معناته هي جمع إيش؟ ما صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية، بل جاءت الزيادة على آخر إيش الاسم، معناته هي جمع مؤنث إيش؟ مؤنث سالم. طائرات مفردها طائرة، معناته يا سادس لازم أجيب المفرد عشان أعرف أميز. الآن طائرة
طائرات. بنلاحظ انه ما تكسرت حروف المفرد الاصليه، بل جاءت الزياده على اخر الاسم، اذا حروفه سلمت من التغيير، اذا هو جمع مؤنث سالم. ثقات مفردها ايش؟ ثقه، ثقه، ثقات. بنلاحظ انه كمان ثقه، ثقات، ما تكسرت حروف المفرد الاصليه، اذا هو جمع مؤنث سالم. أصوات مفردها صوت، صوت، أصوات. نلاحظ يا سادس أن حروف المفرد الأصلية تكسرت عن طريق زيادة الألف، والألف هون، إذا راح نسميه جمع إيش؟ جمع تكسير، لأنه صار في تكسير في حروف المفرد إيش؟ في حروف المفرد الأصلية. إذا حكومات جمع مؤنث سالم، أبيات جمع تكسير، أوقات جمع تكسير، عائلات جمع مؤنث سالم، طائرات جمع مؤنث سالم، وثقات جمع مؤنث سالم، وأصوات جمع تكسير. ماشي يا سادس؟ هيك بنكون انتهينا من حل تدريبات جمع التكسير. الحصة القادمة يا سادس رح نتناول درس الكتابة اللي هو بعنوان حذف ألف ما الاستفهامية. يعطيكم العافية.